السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي طلبة الطالبات الصف الرابع الابتدائي، موعدنا النهاردة إن شاء الله تعالى مع كتابة باراجراف عن ماي بيدروم، غرفة نومي. في وسط السطر ماي بيد روم، غرفة نومي. هسيب مسافة تعادل الكلمة ونبدأ الجملة بحرف كابيتال، وفي نهاية الجملة نضع فلسطات. هنقول إنها غرفة نومي. It's my bed room. إنها غرفة نوم. It's my favorite. It's my favorite room. إنها غرفتي المفضلة. I sleep. I sleep in it. يعني أنام بها. I read stories. I read stories. أنا أقرأ القصص there هناك. فلسطوب، أبدأ الجملة بحرف كابيتال وفي نهاية الجملة نضع فلسطوب. I like يعني أنا أحب my house منزلي. Again my bedroom غرفة نومي. سيب مسافة تعادل الكلمة ونبدأ الجملة بحرف كابيتال وفي نهاية الجملة نضع فلسطوب. It's my bedroom إنها غرفة نوم. It's my favorite room إنها غرفتي المفضلة. I sleep in it أنا أنام بها. I read stories there. أنا أقرأ القصص هناك. I like my house. أحب منزلي. كده كنا وصلنا نهاية الفيديو. أتمنى يا رب الفيديو نال إعجابكم وشكرا على المشاهدة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.